100 سنه، ثم بعد ذلك نلقي هذه الخرائط الاثنين ونوديها لوزاره الاسكان علشان تحدد الاماكن اللي هتقيم عليها القرى او تقيم عليها المساكن اللي هتبنى، او سواء كانت مصانع هتشارك في هذا الامر، تحدد موقع كل مكان. ثم ننتقل بعد كده الى الساده المحافظين على اساس نجري عمليات ده المنظومه المتكامله لانشاء مجتمع تنموي متكامل. بقي عندنا مشكلة آلية التصرف في هذه الأراضي. آلية التصرف في هذه الأراضي، إحنا أمامنا ثلاث فئات. إما فئات اجتماعية وشباب، أو شركات مصرية 100%، أو شركات عربية. لو هي فئات اجتماعية وشباب، يبقى لها شروط. لو هي شركات مصرية 100%، هتبقى لها شروط، والاثنين دول هيبقوا كمان، لكن شركات عربية هيبقى الحق الانتفاع فقط، أما بقية الجزئين التانيين اللي هم الشباب والشركات المصرية 100%، هيبقى بغرض أكمل. اللي احنا بنعمله النهارده فيما يخص الطرق جنوب سيناء، بنحط الشروط بحيث تتوافق اساسا مع القوانين المرتبطه بجهاز تنميه سيناء، علشان ما نخلش عنها ولا نخرج على الضوابط ولا الشروط اللي موجوده في هذه القوانين. احنا بنيجي لنماذج موجوده، عندنا نموذج هيبقى في فرصة، نموذج هيبقى في توشكا، نموذج في الطور، نموذج في قريه الامل في الاسماعيليه، كل منطقه معينه لها نماذج معينه. ده يمكن الحقيقه عشان تحط هذه الشروط المبنيه عن المشروع القومي النهارده بعد قناه السويس، هو استزراع مليون ونص جنيه. ويمكن الاليات اللي بتتخذ في هذا الامر يبقى معروف دورها على اساس ان الاستاذ الرئيس يهدف من هذا المشروع انشاء مجتمع تنموي متكامل، وبالتالي هتشارك فيه جميع الوزارات. بدءا من وزاره الزراعه ووزاره الري ووزاره الاسكان ووزاره التنميه المحليه الممثله في المحافظين، جهاز تنميه سيناء، كافه الاجهزه المعنيه في هذا الامر. ولو حضراتكم